ورد إلى المركز الإعلامي لنقابة المحامين سؤال بيقول: إذا حكمت المحكمة برفض دعوى البطلان، فهل يجوز للي صدر الحكم ضده مجددا إنه يرفع دعوى على ذات العقد بالفسخ أو بالبطلان؟ ومن خلال برنامج أنت تسأل والقانون يجيب، اسمحوا لنا إن احنا نجاوب على السائل بشأن هذه الجزئية. في البداية لازم نفرق بين البطلان والفسخ. فالبطلان ده الجزاء الذي يقرره القانون إذا تخلف ركن من أركان العقد، وأركان العقد الرضا والمحل والسبب والشكلية في العقود الشكلية. يبقى هنا الأمر يتعلق بالبطلان. طب هل يجوز إن احنا نرفع عدة دعاوى بشأن هذا البطلان إذا ما انتهت المحكمة إلى رفض أحد هذه الأسباب؟ هل يجوز اللجوء إلى سبب آخر؟ نعم، يجوز رفع دعوى أخرى عن سبب جديد من أسباب البطلان. طيب إيه هو الفسخ؟ عشان نربط، عشان نبقى عارفين الفرق بينهم. الفسخ بقى ده سبب طارئ بيستجد بعد انعقاد العقد، حيث يظل العقد صحيحا منتجا لآثاره حتى يكون سبب من أسباب الفسخ، وهي مثلا عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لبند من بنود العقد، فهنا يزول العقد أو يزول كل أثر لهذا العقد. يعني نقدر نقول إن الحكم برفض دعوى البطلان لا يكون له حجية في دعوى الفسخ، والعكس صحيح. كمان نقدر نقول إنه ممكن تتعدد دعوى الفسخ لأسباب مختلفة، زي وجود عيب في الشكل أو عيب في المبيع أو نقص في المبيع أو عدم سداد باقي الثمن، كلها أسباب بتؤدي إلى إيه؟ الإمكانية في رفع دعوى الفسخ. يبقى إذا خلاص اتفقنا إن البطلان يجوز رفع أكثر من دعوى بشأن بطلان العقد لتخلف ركن من أركان العقد. لازم بقى نعرف نقطة مهمة جدا، ودي من الواقع العملي. إذا رفع أحد طرفي العقد دعوى بشأن عدم تنفيذ بند من بنوده، يعني دعوى إيه؟ يعني دعوى فسخ، مش دي بطلان بقى، دي فسخ. ولم يتمسك الطرف الآخر بإثارة سبب من أسباب البطلان، يعني دمنه يناضل في الدعوى في شأن الفسخ ولم يتعرض للبطلان، فلا يجوز لهذا الطرف الآخر اللي هو المدعي عليه إذا ما صدر حكم بالفسخ أن يتمسك مجددا بعد كده بأي صورة من صور البطلان، وليس له أن يرفع دعوة جديدة بطلب البطلان. عايز أقول في الآخر أن من خلال الواقع العملي فإن هذا الوضع اللي هو إمكانية رفع أكتر من دعوة في البطلان دي تمثل من وجهة نظري ثغرة في التشريع. ليه؟ لأن ده هيفتح الباب قدام المماطلة والتحايل على القانون. ما أقدرش أقول الكلام ده في الفسخ، لأن الفسخ أمر بيستجد، لكن في العقد ده بيوصم العقد في بداية نشأته بتخلف ركن من أركانه، وبالتالي أتصور أنه يجب أن يكون بحث البطلان كاملا في الدعوة في شأن جزء من البطلان. يعني لو رفع دعوة بطلان بشأن مثلا تخلف ركن الرضا أو تخلف ركن المحل، فأنا أتصور أنه يجب في هذه الدعوة أن يتم بحث كل صور البطلان المتعلقة بالعقد وحسمها حتى لا يصبح الأمر مفتوحا ونهبا لإضاعة الوقت والنيل من العدالة الناجزة. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.